ربما يصبح ارتداء هذه الأثواب البيضاء حلما صعب المنال في لبنان، فطلاب الطب هؤلاء قد لا يتسنى لهم إكمال تخصصهم العلمي بسبب رفع سعر صرف الدولار في الجامعات، لتصبح تكلفة التخصص الجامعي خيالية إلى حد يدفع بالمئات إلى المغادرة. نحن اليوم موجودين قدام سيتويشن انه عم ننجبر نفل، ما بدنا نفل، بدنا نضل حد اهالينا، بدنا نرد المعروف لاهلنا، بس قدام الوضع ما بقى لنا حل غير انه نفل. يئن القطاع الطبي وينزف على مر الاشهر الماضيه، فالأزمة الاقتصادية التي تأثر بها الأطباء بشكل كبير مضافة إليها أعباء أزمة كورونا وضغوطها على القطاع الطبي شكلت دافعا لهجرة مئات الأطباء من بلد ما عادوا يتوقعون فيه استقرارا يمكن الركون إليه لبناء مستقبلهم. كل هذا وسط تدابير أقدمت عليها معظم المستشفيات التي تسعى إلى ترشيد نفقاتها عبر صرف المئات من موظفيها وإن على مراحل. هذا القطاع اللي هو برأيي أنا أبدا مش منظم، وفي فساد كمان قد ما بدك ومن كل الجهات، وفي حق الطبيب ما على طول بيوصل. يعني احنا اوكي حسب الاختصاصات، بس اختصاصي انا عياده بقبض من المريض مباشره بالليره اللبنانيه، في عندنا كميه من العالم مش قادرين يدفعوا هالكشفيه اللي هي اصلا كانت حد ادنى. هلا انا اختصاصي ما كثير بيعتمد على الاستشفاء، بس حتى وقت بكون عم بنطلب عم يجينا شيء كثير رمزي، يبقى 30,000 اوقات وبيشطبوا منه، وهيدا الشيء عم نقبضه بعد سنين. رجاء قبل كان عم بيفقد قيمته، كيف هلا؟ يؤكد مصدر طبي أن كل طبيب يحمل شهادة أجنبية إما رحل أو يستعد للرحيل بسبب التدني الكبير في مستوى المداخيل التي تؤمنها هذه المهنة، وفي نفس الوقت هي مهنة تتطلب التطوير المستمر والذي لا يتحقق إلا من خلال السفر المتواصل إلى الخارج للإطلاع على آخر ما يتوصل إليه العلم، وهو أمر بات يعجز عنه الكثير من الأطباء اللبنانيين بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي فإنهم يفضلون الرحيل، أمر إن استمر فسيؤدي إلى تراجع مستوى الخدمة الطبية في لبنان. لا توجد أرقام دقيقة توضح حجم هذه الظاهرة، لكن الأرقام الأكثر موضوعية تتحدث عن هجرة نحو 1000 طبيب وممرض من لبنان خلال العام المنصرم، وهو رقم قابل للمضاعفة في ظل غياب استراتيجية تحمي القطاع والعاملين فيه، لا سيما وأنهم يمثلون اليوم خط الدفاع الأول في البلاد بمواجهة أزمة كورونا. دارين حلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.